سبته شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة. ابنة شيرين عبد الوهاب تبكي الجميع. فنانة مصرية تبرر تصرف شقيق شيرين وإيقاف حفل حسام الرسام يثير بلبلة. فيديو لابنة شيرين عبد الوهاب يتصدر حديث رواد مواقع التواصل. فنانة مصرية تدعم شقيق شيرين يحافظ على عرضه وشرفه، ولهذا السبب ألغي حفل حسام الرسام في الكويت. تصدر مقطع فيديو نشرته هناء ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حسابها عبر تيك توك حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن حبها الكبير لوالدتها وحاجتها الشديدة لها في ظل الأزمة التي تمر بها. Her beauty like she's not fake and she's beautiful from the inside and. وفي التفاصيل نشرت هنا صورة لها برفقة والدتها أرفقتها بأغنية أجنبية تقول كلماتها: أريد أن أعيش معك لأنك كنت دائما بجانبي عندما كنت في أشد الحاجة إليك. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تعاطفوا مع هنا بشكل واسع، متمنيين أن تتعافى الفنانة المصرية في أسرع وقت وتعود إلى ابنتيها. من جهة أخرى، لا يزال عدد كبير من الفنانين يتفاعلون مع أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقدمين لها الدعم ومتمنيين أن تعود إلى جمهورها، وأبرزهم الفنانة المصرية مي كساب التي دعمت شيرين على طريقتها الخاصة، كما وجهت في الوقت نفسه رسالة إلى شقيق شيرين عبد الوهاب فقالت: برافو عليك، انت راجل، احنا في ظهرك، انت تصرفت تصرف صح جدا. اولا قبل ما اقول لشيرين حاجة، لان هي اكيد في قلبي وعارفة، عايز اقول لاخوها انت راجل واحنا في ظهرك وبررت مي كساب تصرف شقيق شيرين بانه يحافظ على عرضه وشرفه، مؤكدة انها غاضبة وحزينة على حالة زميلتها، حيث تجمعهما صداقة منذ ان كانت طالبة في المرحلة الاعدادية. من هنا لفتت مي كساب إلى أن شيرين لديها مشكلة تتمثل في كونها هوائية للغاية وتصدق أي شخص وتنساق وراء أي شخص. حسب تعبيرها، نافية بالمقابل أن تكون قد تعاطت المخدرات قبل سنوات عندما كانتا صديقتين، مؤكدة أن هذه الأمور لم تكن تشغل بالها. حب لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. شوف حقيقة. وفي سياق مختلف، أوقفت وزارة الإعلام في الكويت أمس حفل الفنان العراقي حسام الرسام بعد اندلاع مشادات وتشابك بالأيدي بين الحاضرين خارج القاعة التي أقيم بها الحفل لعدم تمكنهم من الدخول، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كثيفا. وفي التفاصيل، فاجأ حسام الرسام جمهوره من الحاضرين باعتذاره عن عدم استكمال حفله الغنائي لأسباب وصفها بالخارجة عن إرادته، لتنتشر بعد ذلك مقاطع فيديو تظهر تدافعا وشجارا وحالة من الفوضى بين الحاضرين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة التي شهدت الحفل.